بعد أيام من الانتقادات الموجهة له، الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته في هاواي يتفقدان آثار الدمار الذي أحدثته النيران التي اجتاحت الجزء الغربي من جزيرة هاواي. بايدن والحكومة الأمريكية واجهت سيلاً من الانتقادات من المواطنين بسبب تأخر وصول المساعدات في الوقت المناسب. كنت أود أن يأتي الرئيس لمقابلتنا في لاهاينا لرؤية الألم الذي نشعر به. نحتاج لتركيز الحكومة على مساعدات الصحة العقلية واضطراب ما بعد الصدمة والإحباط وتوفير السكن للناس والمساعدة في دفن أقاربهم وأصدقائهم. كنت أتمنى أن أرى الحكومة تقدم المساعدات، ولكنها تتحرك ببطء شديد، لذا فإن رؤيتنا لتلك المساعدة ستكون أمراً رائعاً حقاً. أمام انتقادات مواطني الجزيرة لاستجابة إدارة بايدن المتأخرة، لم يجد بعض المسؤولين سوى كلمات التضامن مع المتضررين والتأكيد على توفير احتياجات المتضررين. الإحباط الذي يشعر به الناس في هاواي أمر مفهوم. الناس فقدوا منازلهم وفقدوا أفراداً من عائلاتهم، ولا يجب انتقاد شعورهم من استجابة الحكومة، وهذا حدث ما. لكن يمكنني الإشادة بالرد الفيدرالي. طلبات المسؤولين أو الحاكم يتم الإجابة لها على الفور ضمن حدود القانون، لكن الإحباط حقيقي وليس لي كسياسي أن أحاول منع ذلك. يأتي ذلك فيما استقال رئيس إدارة الطوارئ في مقاطعة ماوي في أعقاب تعرضه لانتقادات شديدة بسبب الاستجابة غير الفعالة للحرائق. يرى البعض أن إدارة بايدن تواجه حرجاً كبيراً بسبب التأخر في الاستجابة لحرائق هاواي تزامناً مع إرسال المساعدات لأوكرانيا، بينما تتراجع شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل عام على الانتخابات الرئاسية. أماني بكير، اليوم، واشنطن.